السلام عليكم ورحمة الله، معكم خالد رضوان. يا رب تكونوا بخير كده يا رب دايما وبصحة وسلامة. في البداية أحب أشكر كل اللي موجودين معايا في القناة وبيدعموني، كل الشكر ليهم، يا رب يخليكم يا رب. ويا ريت تشاركوني في أي آراء، يعني تحبوا نتكلم في إيه في الحلقات الجاية، وإيه اللي بتفضلوه، وإن شاء الله هكون تحت أمركم بإذن الله. النهاردة هتكلم معاكم في الثقة بالنفس. احنا كنا عملنا حلقة قبل كده عن قوة الشخصية وازاي ان انت تطور من نفسك، فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الثقة بالنفس. هي الثقة بالنفس يعني شيء لا يتجزأ من قوة الشخصية، فان شاء الله ده الجزء الثاني من الحلقة بتاعت قوة الشخصية. طب في البداية هنعرف ايه هي الثقة بالنفس. طبعا انا قلت قبل كده في البداية ان هي مرتبطة بقوة الشخصية. طيب الثقة بالنفس هي بتكون عبارة عن دافع بيكون قوي داخل الانسان ان انت تحقق امنية معينة او تحقق طموحات او في هدف عايز ان انت تحققه. الشخص اللي عنده الامكانيات دي بيتسمى في علم النفس بالشخص اللي بيحترم ذاته وبيعرف قيمة نفسه. عشان كده الثقة بالنفس مش مرتبطة لا بماديات ولا بإمكانيات، هي مرتبطة بالاطلاع، بالمعرفة، بالثقافة. كل ده هو اللي بيعزز الثقة بالنفس. ومش معنى ان انا ما عنديش احدث ماركة من العربيات ان ثقة تتهز بنفسي. انا فعلا بشوف ناس كده، يعني مثلا امكانياته عشان ان هو ضعيفة ما عندوش ثقة في نفسه، ما يقدرش ان هو يفرض رأيه، ما بيقدرش ان هو يحقق اي طموح ليه. فمش معنى ان انا فقير ان انا اخسر ثقتي بنفسي قدام حد اغنى مني. مش مبرر. اهم شيء يكون عندك ايمان بنفسك، انت عارف ان انت هتقدر تحقق المستحيل. انت المفروض ان انت بتسعى وربنا بيحقق لك سعيك. هكرر تاني، الثقة هي انك تثق في نفسك وتقدر ان انت تحقق المستحيل، لكن برضو بعون الله وقدرته. مفيش اي حاجة بتتعمل الا بقدرة ربنا، ده حطها قاعدة اساسية. لكن ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربنا ما بيحبش العبد المتواكل، ربنا بيحب العبد القوي. وعشان كده في الدين عندنا المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، لأنه هو اللي بيقدر تقوم دولة عليه، مجتمع كامل. عشان كده ربنا ادى لكل بني آدم ميزة لازم انت تكتشفها بنفسك. في ناس مثلا تحب الشعر، في ناس تحب اي هواية. اكتشف نفسك، طور من ذاتك، طور من نفسك. لا عيب ولا حرام ولا مخالف للدين، بالعكس الدين بيدعوك لكده. يعني لازم ان انت ما تستسلمش للظروف، اسعى. ربنا خلق الانسان في الدنيا للسعي. هدي مثل صغير عشان يثبت صحة كلامي. اللاعب محمد صلاح لاعب الكرة المشهور، هو بدايته كان في المقاولين، وبعدين تعرض ان يلعب في الاهلي والزمالك. طبعا ناديين رفضوا وقالوا امكانياته ضعيفة وما تصلحش للعب الاندية الكبيرة زي الاهلي والزمالك. لكن ثقة اللاعب في نفسه وعارف ايه هي قدراته وامكانياته، سعة. وعشان تعبه ومجهوده وثقته بنفسه وإيمانه بقدراته وإيمانه بنفسه ربنا كرمه. النهاردة ما شاء الله عليه، يعني طبعا بيلعب في أحسن أندية أوروبا. أعتقد أن النهاردة الأهلي أو الزمالك يتمنى بس أن هم يروح يتصور معاهم. يعني فده مثل أن أنت عندك ثقة بنفسك وقدراتك، محدش يقدر يهزك، محدش يقدر يكسرك او ان يكسر الطموح اللي جواك. يعني انا اعتقد لو اي لاعب تاني او اي حد تاني مكان محمد صلاح
كان زمان ثقته بنفسه اتهدمت يعني. فطبعا عشان عنده ثقة كبيرة بنفسه ربنا كرمه، بالرغم ان حالته المادية يعني متوسطة، وبالرغم من كده عدى كل الصعوبات. يا جماعة، الثقة بالنفس أهم عامل من عوامل النجاح. وبصراحة يعني هو بيجمع ما بين الثقة بالنفس وعنده وقوته الشخصية. بصراحة يعني هو ما شاء الله عليه، غير ان هو محتفظ بالطابع الإسلامي. يعني مش معنى انه احترف بره خلاص بقى انا ابقى زيهم. شفنا لعيبة كتير يعني سافرت بره، يعني ربنا يغفر لهم يعني. فهو يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحرسه يا رب. هو نموذج للإنسان الملتزم. انت برضو نفس الشيء، اكتشف نفسك، اكتشف ذاتك، شوف انت بتحب ايه، انت مميز في ايه. ربنا خلق كل واحد له مميزاته. انت كمان اكتشف نفسك، شوف ايه الميزة اللي ربنا اديها لك. حاول انك تطور من نفسك ومن ذاتك. يعني معلش، ما تكونش واحد من ضمن 8 مليار اللي عايشين على الارض. لا، خليك مميز، خليك بصمة. طالما ان انت مديلك ربنا حياة وانك عايش، لازم تثبت نفسك. الناس اللي هي اللي اسمها بيظهر وبتبقى من اللي بيذكرها التاريخ ومن العظماء، ده بني آدم زيه وزيك، ما هوش ربنا خلقه عنك زيادة شيء. لكن هو عنده ثقة بحلم، عنده حلم عايز يحققه. يعني لو اتكلمت مثلا عن الدكتور مجدي يعقوب، من أسرة فقيرة وبالرغم من كده بقى من أشهر أطباء القلب. يعني الناس دي بني آدم زيه وزيك. حط لنفسك هدف، اتوكل على الله وثق بنفسك، وصدقني هتنجح. ربنا ما بيضيعش عمل اي حد. اسعى وربنا هيسعى معاك بإذن الله.